اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا، فك كده ورحرح وعيش. الرحرحه دي مش بتاعت انا. رمانة فين؟ جاية يا سعادة الباشا، رمانة جاية. اصبر بس عليا خمس دقايق وهتلاقيها داخلة هل علينا كده. بصي بقى، أنا عايزك بشويش وواحدة واحدة كده على روحك. خايف عليا قوي يا أخويا. احنا محتاجينك يا نجمة. خشي برجلك اليمين. أهلا 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 يا حب. أهلا يا ست رمان. أهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شوية. معلش أصل أنا مش عايزة أغرمكم تمن الإزازة. لا إزازة إيه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا يغير. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازايز بحاله عشان يحن علينا. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك ثلاث لفات. شنب اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. Thank you.
النبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله دي، فانيه بالله عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخد التاكسي وراحت طالعه على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاه. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرضي يا حاجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسالها؟ ماشي يا حاجه، اللي تامر بيه. كده يبقى عملنا اللي علينا، ونفضى بقى لاكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاجه. المنظر من هنا تحفة، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى على ايه؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجبان، بس بصراحه كده انت مش الطيب بتاعي. طيب؟ الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طب اهدى على نفسك شويه، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شويه. ماشي. بقولك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلتلك ان دماغك عجباني؟ صباح الفل.